لا دي خطيرة بجد خطيرة، كل ما اشوفها بفضل في حيرة. خدوا الكبيرة. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم هبة. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشترك في القناة وتفعلي اول زرار علشان يجيلك اشعار كل ما انزل فيديو. النهاردة هنعمل نجرسكو بطريقة حلوة جدا وسهلة. مكوناتنا بقى مكرونة قلم، هي النجرسكو بتتعمل بمكرونة اللي هي السباكيتي او اللي هي الفوتوتشيني، بس انا بصراحة بحبها بالقلم، يعني ما بحبش السباكيتي، بحبها لو ايه، لو بالصلصة. فانت دي طبعا ايه بتاعتك انت، تمام. وبالنسبة للبشاميل هنجيب ايه، دقيق ولبن، كيلو لبن، والكريمة اللي قلت لكم عليها قبل كده اللي هي من الجروب على الفيسبوك، وهنحط كمان جبنة شرايح الشيدر دي، تمام. هنحطها مع البشاميل اللي بعد ما يعني بعد ما نقفل عليه علشان يعمل لنا الوش بتاع البشاميل. والفراخ بتاعتنا هنقطعها، هنشوف طبعا هنعملها ازاي مع بعض، هنقطعها يا اما مكعبات يا اما شرايح زي الشاورما كده، تمام. يلا نشوف بقى هنعمل الطريقه ازاي. بقى في حله حطينا معلقتين زيت وننزل عليهم بالفراخ، تمام. وهنحط طبعا فلفل رومي، وبيتحط لها بصل، وساعات برضو بيتحط لها مشروم. انا هقول لكم المكونات الاساسيه بتاعتها، واللي انت بقى بتحبيه او عندك في البيت بيحبه وما بيحبوش فانت ايه شيليه بقى. انا عندي في البيت مش بيحبوا المشروم والبصل، فانا مش هحط غير فلفل وفراخ، وبتبقى حلوة جدا جدا جدا. يعني انت حتى لو ما عندكيش المكونات دي اعمليها وهتطلع حلوة قوي. انا حطينا الفراخ، التوابل بقى اللي هنحطها فلفل اسود، وهنحط كزبرة، كزبرة بتديها طعم حلو جدا. ولو عندك مكعب مرق حطي، فانا مش هحط. وهنحط بابريكا، وهنحط بهارات اللي هي الفراخ، وهحط كاري بس مش كتير، وهحط سنة ريحان، مش هكتر عشان الريحان ميبقاش ريحته طاغية قوي في طعم المكرونة. بصوا ده الريحان بتاع باب الشام، حلو جدا. هحط بس سنة بسيطة. بس كده حطيت الكاري، هوطي عليها بقى واسيبها لحد ما تستوي. وفي الوقت اللي هي هتستوي فيه هعمل فيه البشاميل، و اخر حاجه هسلق المكرونه. خلي المكرونه دي في الاخر خالص لما تبقي خلاص هتدخلي الصينيه في الفرن عشان المكرونه ما تعجنش، تمام. واقطع الفلفل واحطه دلوقتي على الفراخ واوطي عليها واسيبها تستوي. بقى في حله هنحط 5 معالق زيت و5 معالق دقيق. انا اساسا بعمل بشاميل بسمنه، تمام، بس ما دام هحط كريمه يبقى هحط زيت بدل السمنه عشان ما تبقاش دسمه قوي، تمام. بعد لما السمنه كده والدقيق يتقلبوا في بعض واللون السمن الدقيق يتغير شويه، هبتدي احط اللبن واقلب ايه بسرعه، تمام. افضل بقى اقلب فيها. القوام بتاع البشاميل بتاع النجريسكو ولا تقيل زي البشاميل بتاع اللي هو اللحمه المفرومه، ولا زي ولا خفيف كده زي اللي هو المكرونه الوايت صوص، ما بين البنين، تمام. واوريكم برده القوام المظبوط. ابتدي بقى اظبط الملح بتاعها. ممكن احط فلفل اسود حاجه بسيطه قوي، بس يعني ما تحطيش كتير، اهم حاجه الملح بتاعها يبقى مظبوط. واهم حاجه ان انت عشان يبقى الاكل مظبوط تدوقي كل حاجه وتظبطي الملح بتاعها، بحيث ان هي الاكله لما تتحط على بعض تبقى مظبوطه، ولا ملحه ولا ناقصه ملح، تمام. بصوا هو ده القوام بتاعها، مش هسيبه اكتر من كده عشان لسه هحط الكريمه
ولسه هحط الجبنه اللي هي الشرايح، الجبنه الشيدر، تمام. فمش هكتر اكتر من كده، فهيتقل يعني، ده كمان هيتقل اكتر. يلا بينا. بصوا بقى، بعد ما حطيت الكريمه والجبنه الشرايح، انا حطيت بس اتنين منها، انا عشان بس ايه تعملي وش للمكرونه. عندك طبعا جبنه موتزاريلا، حطي، هي اساسها اصلا ان انت تحطي على الوش جبنه موتزاريلا، تمام. انا خلاص طفيت كده، بس هنسلق بقى المكرونه ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى يا بنات بدات اسلق المكرونه. اهم حاجه ان انت تسلقي المكرونه قبل ما تنوي تحطيها في الفرن على طول، علشان لما تقعد ما تبقاش حلوه، تمام. اما الفراخ والبشاميل مش مشكله خالص لو قعد، حتى البشاميل اللي تقل شويه لما قعد، لما برد يعني، هولع عليه النار وهيرجع تاني خفيف، تمام. حطيت زيت وملح. ما بقتنعش بصراحه بالناس اللي تقول المكرونه البشاميل او النجرسكو ما بيتحطلهاش ملح زيت علشان تبقى متماسكه. انا بحبش اصلا المكرونه تبقى ماسكه في بعض، فلازم احط زيت، تمام. تتسلق بقى ونشوف هنعمل ايه. بصوا هنا بقى، بعد ما صفيت المكرونه وشطفتها، طبعا لازم تتشطف، هتبقى معجنه جدا، لان في ناس مش بتشطفها، انا بصراحه ما اعرفش خالص، بتبقى معجنه وماسكه في بعض، تمام. انا دلوقتي هحط بقى المكرونه على الفراخ، على حبه من البشاميل، واقلبهم مع بعض، وبعدين احط بقيه البشاميل. ما بحبش بصراحه، انتوا عارفين من الفيديو بتاع طريقه المكرونه البشاميل، انا ما بحبش طبقه مكرونه بعد كده طبقه الفراخ بعد كده طبقه نص بقيه المكرونه، ما بحبهاش عاليه بصراحه. وجربوها كده وهتعجبكم جدا. يلا بينا. بصوا بقى، حطيتهم على بعض، هقلبهم واحط بقيه البشاميل. بجد الطريقه دي بتبقى تحفه جدا، والبشاميل اللي بيبقى جوه المكرونه كلها بيخليها جوسي كده، هتشوفوها معايا تعجبكم قوي. والبشاميل اللي جربوه بالطريقه دي تحفه جدا، بجد هيعجبكم قوي. طبعا قلت لكم اللي بيحب المشروم، هي اساسها اصلا يتحط مشروم وبصل وفلفل، بس انا للاسف عندي مش بيحبوه، تمام. يلا بصوا بقى، شكلها تحفه جدا. تدخل بقى الفرن نص ساعه، بعد كده افتح عليها الشوايه علشان تاخد وش حلو واوريها لكم. شكلها لما طلعت، ايه رايكم؟ هقطعها بقى واوريها لكم. انا ما بستناش طبعا تبرد، عشان انا بحبها سخنه مولعه، واوريها لكم ويقولوا لي بقى رايكم في الكومنتات. بصوا بقى يا جماعه، ده شكلها لما قطعتها، بصوا حلوه جدا، وانا بحبها سايحه كده، ما بحبهاش متماسكه بصراحه. لو انت بتحبيها متماسكه سيبيها تبرد خالص، بس هي حلاوتها وهي سخنه. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. ولو الفيديو عجبكم بقى، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.